السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول بسم الله. اليوم عندي الكابي بيبرة الجديدة، هذا آخر إصدار. الإصدار اللي حتى كان في معرض أيوة 2018 هذا أجدد منه. طبعا هم قاعد يبدلون وايد، ما أدري شنو قصتهم. هذه الكوليبري الفيرجن الثاني، يعني مو الفيرجن اللي اول واحد طلع اللي فيه ثوابت، لا عدلوا عليه، وهذا الفيرجن الثاني من الكوليبري. طبعا عندنا هنا محالة الكوليبري القديمة 14 صجمة، ومحالة الكوليبري الجديدة هذه 18 صجمة، وهذه 14 صجمة. ماشي. طبعا الحين راح نشرح عليهم. الوزن هنا عندي اياها، طلعت معاي بالاخشاب وكامل 3 كيلو و200 جرام، 3 كيلو و200 جرام. هذه طلعت معاي كيلوين 870 جرام. السبطانة هذه 47 سنتي، السبطانة هني 50 سنتي. سعة البطل ما في فرق وايد، لأن متنين هني ومطولين نوع الماء هني، يعني ما راح يكون في فروق وايد في الرماية، بس راح يكون الأكثرية لصالح الكوليبري القديمة، يعني بحدود أتوقع بالست سبع صجمات. أنا حاليا للحين ما رميت فيها لحد الآن. طبعا ساعة، طبعا الحين التعبئة مالتها صارت من هني على نفس مال الكركت القديم. سابقا كان التعبئة من هني. الشيء الثاني طبعا راح افتحه انا بعدين. اختلف هني، كان اكبر هني اصغر نفس ما تشوفون. طبعا هني كان من غير حاضن، حاليا بحاضن. الحاضن تقدر بس تفتح هذا كذي شوية. هذا الحاضن طبعا هي معاها الكيكبيس، هذا الكيكبيس. هذه فيما يخص المواصفات الخارجية. طبعا ويفر هني الجسر اطول، بس المساحة هني اطول من هني، يعني نفس الشيء لما بتي تحطهم يم بعض راح تشوفهم اخر شيء نفس اللاين، لانه هو قياس في الطول ما في فرق، بس الفرق اللي 3 سنتي اللي هي مال الطول السبطانة، فاهمين علي؟ يعني هذا هني كان 47، هني عندك 50 فرق طول السبطانة اللي هو 3 سنتي من الطول هني. الامان تقريبا نفس الشيء، طريقة الزند من هني نفس الشيء، بس من داخل يختلف، يعني لان السيستم مالها من داخل هذه غير وهذه غير، بس الشكل نفس الشيء هما. طبعا هذا جاي بلوك كامل، هذا كله بلوك كامل، هذا متجزئ هني عندك، هذا جزء مال الكاتم، هذا جزء، وهني جزء الماكينة. هني لا، عندك البلوك كامل من الماكينة لين الشغلط مالها. راح السلام عليكم. الحين يشوف شنو التغيير اللي طلع عليها من داخل. نبدأ من هنا واحنا اللي رايحين. اول شيء طبعا انا هني مبطل البطل على اساس راح اوريكم رجليته من داخل. اول شيء الماكينه شبه كامل متغيره عن السابق، يعني هذه طريقه القديمه السابقه.
شيء. هذا رجليته هني، هاي طريقة من داخل، هذه الماكينة الجديدة. طريقتها من هنا من داخل، هذا التنسيم البرغي هني كان، هذا التنسيم البرغي. الحين هي حق الماكينة الرجليتر. طبعا هذا كان الرجليتر هني، صيخ السيم هذا نحاس هو اللي يبلك الهواء من البطل. حاليا اختلف الوضع، الرجليتر هني والهوز هذا طبعا هو اللي يودي لك الهواء حق الحجرة. هني الحجرة وهني الحجرة. شو اللي اختلف هني؟ اللي اختلف هني ان المطرقة هذه، هذه المطرقة الحين لاحظ، هذه هي المطرقة، هذه من وين دش؟ الدش في منتصف المحالة، يعني لما يجي اسحب شوفوا هي تكون داخل مو باينة الحين. شوف لما اعطيك افتح الامان لاحظ هذا المطرقة، وهذا هني انا ما اشوف من هذا، هذا هذا اللي تحت المطرقة شوفونه وين ايدي انا، هذا اللي تحت المطرقة هو البولف، يعني البولف هني نفس الشيء، هي هي البولف مالها تحت هني. هذا فيما يخص الماكينة. طبعا هني في البرغي هني راح يبين لك من برا الستوك، هني سابقا البرغي ما كان يبين من برا الستوك. هذه اغلب الاشياء يعني، هذا مجموعة الزند هني عندك، وعندك مجموعة الزند هذه، الاختلاف فيهم طبعا من الماكينة كلها مختلفة، من صوب الماكينة كلها مختلف حتى من داخل. طبعا في فيديوهات ثانية راح افتحها كلها. الماكينة من هني كلها مختلفة. طبعا نظامها مو مخلين فيها نفس قبل ثوابت وكذي، لا هذه القطعة تتبطل، يعني مقللين فيها النسب. طبعا مثل ما قلنا هني الهواء يجيك للحجرة بالسيم هني. الحين هني هذا رجليتر، قلنا هذا قبل، الحين هني حق رجليتر الجديدة هذه الكاليبيبر، حتى اسمها مو عاجبني انا، وايد صعب علي انا، فيني لدغات وخمسين حرف راء فيها. الحين هني طبعا انا مبطل رجليتر عشان تشوفونه. رجليتر هو الحين صار هني هذا مكانه. طبعا رجليتر هو رجليتر الكريكت نفسه، سيم سيم رجليتر فوق كريكت نفس الشيء، هو اخوان بس اللهم مزغرين دايميتر ماله من هني، هو نفسه في الطول مفهوم يا شباب، هو نفسه بس اللهم مزقر الدايميتر ماله بس، ويايبينه يعني مو خلينه في البطل هني نفس مال الكريكت اللي قبل كذي، لا خلينه وتي القطعة هذه عليه تركب وتشده. هذه فيما يخص الكاليبيبر.
طبعا الجسر هني كان هم نفس الشيء، قطعه واحده ويا هذه، هني الجسر بغيين من داخل يمسك الجسر هذا. طبعا في الصيانه، في الصيانه يعني ايهم اسهل في الصيانه؟ بالنسبه لي انا هذه هي اسهل نوعا ما في الصيانه، بس الافضليه ونظام الهوز هذا النحاس ويا ريجليتر الافضليه حق الكاليبيبر. وضوح الماكينه، كوضوح ماكينه وكذي، الافضليه حق الكاليبيبر نوعا ما، نوعا ما. فيعني تشيل من هذه وتحط على هذه، يعني ما فيهم وحده كامله عن الثانيه. سلامتكم وتعيشون. هذا حبينا بس شوي نشرح مبدئيا شنو الفرق بين هذه وهذا، اساس بعدين راح نشرح بس على هذه، بس حبيت اقول لكم شنو الاصدار بين هذا وهذا، لان هذه يعني نوعا ما مغيرين، هذه كوليبري وهذا كاليبيبر، يعني بس هم الفكره والشكل واحد، وهذا الطول بينهم مثل ما قلت لكم هو 3 سنتي اللي هو فرق طول السبطانه. طبعا عدد رميات هذا اشياء هذا راح ننزل فيها ان شاء الله حبه حبه بعدين. طبعا هني باين عندكم هني هذه مجموعه الزند اللي هني، هي مجموعه الزند مالها كلها من فوق ومن داخل، نظامها الساحب مالها وهذا من فوق وداخل. طبعا خلاص ايه هني كان عندنا في القديمه كان عندنا نتاش هو اللي يحذف لك الصجمه، هو اللي يحذف لك الصجمه. حاليا ما ادري ليش، وانا يعني للامانه مو عاجبتني نهائيا الموضوع الطريقه مالت المحاله، الحين مخلي لك اياها يعني ضغط كذي وهي ترجع من النتاش هذا، لاحظ اوكي، يعني صار عندك نتاش في المحاله ونتاش ثاني في الماكينه هني هو اللي يدز لك النتاش هذا، يعني بدال الواحد صار اثنين. ما انا ما ادري شنو فكرتهم، بس بالنسبه لي انا ما بلعتها يعني. النتاش الثاني هو اللي طق الماكينه من داخل. هذا فيما يخص بعدين طريقة حط الصجم شوي فيها، يعني مو صعوبة ما ادري، فيها ملاقة شوية، لازم تحط الصجمة وتفق، تحط الصجمة وتفق، تحط الصجمة وتفق، ما راح تقدر تحذف الصجم نفس قبل يعني من قدام كذي، لا فتحة صغيرة مالتها، بس يعني تتعبى مو ما تتعبى، بس انا ما ادري ليش، ما ادري ليش ما يخلون المحالة من غير يعني المصجمة، ما ادري ليش ما يريحونها، يعني ما ادري، انا في شيكات يا اخي تعور راسك، يعني انت ليش ما تريح المصجمة؟ ليش كثرة نتاش هني ونتاش في الماكينة والحين نتاش بالمحالة؟ ليش؟ هذا يسبب لك توقفات، ليش ما تخلي ليش ما تخلي المحالة هي اللي تحذف لك الصجمة؟ دش البولت طلع البولت عطتك صجمة، دش البولت طلع البولت عطتك صجمة، دش البولت طلع البولت عطتك صجمة، يعني ما ادري ليش ما يريحون الماكينة. يعني انت عندك الحين محالة جيت صممت صجمة، صممها يا اخي شوية امتن وحط فيها، الحين هي فيها من داخل سبرينج، هي الحين فيها من داخل سبرينج، اللهم بس عليه انه يحط لها قفل توقف بين صجمة وصجمة، انه يحط لها قفل توقف فقط لا غير، ما ادري ليش، مو فاهم شنو الفكرة انا من النتاش. يعني كثرة القطع في الماكينة يسبب حق الكفالة، يسبب حق المستخدم وايد أذية. هذا الحين مبدئيا مثل ما قلنا عن الكوليبري، ان شاء الله راح نحط بعد فيديوهات عنها، الكاليبابري آسف، ان شاء الله راح نحط بعد فيديوهات عنها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.